الرحمن الرحيم، اهلا بيكم طلاب الصف الاول الثانوي في ماده الجبر في الترم الثاني. اول درس في الجبر درس اسمه مصفوفات. اول حاجه تعريف المصفوفه هو تنظيم البيانات على شكل صفوف واعمده. صفوف واعمده، الصفوف والاعمده دي بيقول عليها نظم المصفوفه. فهنلاقي المصفوفه دي يا جماعه على النظم 2 في 2. طب مصفوفه زي دي كده على النظم 2 في 3، صفين في 3 اعمده. طيب هنا ب 2 1، يعني ايه ب 2 1؟ يعني الصف الثاني العمود الاولاني، ادي الصف الثاني اهو العمود الاولاني سالب 4. ب 2 3 الصف الثاني العمود الثالث اللي هو عنصر 2. ب 1 3 الصف الاول العمود الثالث اللي هو عنصر 1. بعض انواع المصفوفات، في عندي كذا نوع من المصفوفه عشان اعرفهم. اول حاجه عندي المصفوفه، مصفوفه الصف دي بتتكون من صف واحد وعده اعمده. ده على نظم 1 في كام؟ 1 في 3. مصفوفه العمود عباره عن عمود واحد وعده صفوف. بس ركز معايا هنا، انا لما بكتبها على ايه؟ صفوف الاول وبعد كده عمود، يعني على النظم كام؟ 3 في 1. المصفوفه المربعه دي على النظم 2 في 2 او 3 في 3 زي كده مثلا. طب المصفوفه الصفريه عناصرها كلها اصفار ومش شرط تبقى مربعه، ورمزها مستطيل كده يا شباب، مستطيل وتحتيه 2 في 2. يعني مصفوفه صفريه على النظم 2 في 2 هنا مستطيل وتحتيه 3 في 2 يعني النظم 3 في 2. نيجي لحاجه ثانيه اسمها المصفوفه القطريه. ايه المصفوفه القطريه دي؟ قال لك عناصرها اصفار ما عدا القطر الرئيسي. ده القطر الرئيسي يا رجاله، ده القطر الرئيسي والباقي ايه؟ اصفار، وبتبقى مربعه. مصفوفه الوحده القطر الرئيسي بيبقى واحد وباقي العناصر اصفار، ودي رمزها يا جماعه اي. دي اي 2 في 2، دي اي 3 في 3. تمام؟ تساوي مصفوفتين. لما يكون عندي مصفوفه بتساوي مصفوفه لازم يكون على نفس النظم والعناصر المتناظره متساويه. يعني مثلا المصفوفه دي بتساوي المصفوفه دي 3 هنا 3، يبقى س ب 1 والص ب 4 وهنا 5 وهنا 5. طيب ضرب عدد حقيقي في مصفوفه، لو عندي مصفوفه هنا عايز اضربها في 2، 7 سالب 1 3 5 0 4. بضرب كل عناصر المصفوفه دي في العنصر اللي هو عايزه في 2 مثلا. تضرب هنا في 2، هنا في 2، هنا في 2، هنا في 2، هنا في 2 وهكذا. مدور المصفوفه يعني بتلف المصفوفة. عندك لو ألف بتساوي ألف صاد عين، ألف مد بتساوي ألف عين صاد، بتخلي الصف عمود والعمود صف. تعالى كده، ألف دي عبارة عن صفين في ثلاث أعمدة، إحنا عايزين نخليها إيه؟ ثلاث صفوف في عمودين. هتخلي الصف ده عمود، يعني خمسة سبعة واحد، الصف هيبقى عمود وهنا الصف هيبقى عمود. تمام؟ طيب، نيجي لحاجة كمان، المصفوفة المتماثلة. إيه المصفوفة المتماثلة دي؟ المصفوفة بتساوي المتضارب بتاعها. يعني 3 2 2 3 ألف مد، الصف بتخليه عمود، الصف بتخليه عمود. طيب المصفوفه شبه المتماثله، ألف بتساوي سالب ألف مد، دي لازم تبقى مربعه زي المصفوفه المتماثله. تمام؟ بس ركز معايا، ألف بتساوي سالب ألف مد، ركز معايا، عناصر القطريه الرئيسيه اصفار وده بيبقى عكس ده يا رجاله. تمام؟ يعني انت لو جيت دورت دي تبقى 0 4 3 سالب 4 0 سالب 5 سالب 3 5 0، ولو ضربتها في سالب هتديك المصفوفه. تمام؟ تمام. خلي بالك القطر الرئيسي اصفار وده عكس ده في الاشاره عشان المثال اللي جاي. لو اقول لك ب دي مصفوفه شبه متماثله، طبعا القطر الرئيسي اصفار، عايز قيمه س وقيمه ص، يا ترى النص س دي هتساوي 8 ولا سالب 8؟ هتساوي عكس دي في الاشاره، يبقى نص س هتساوي 8، يبقى س ب 16. ص ناقص س بتساوي 12 ولا سالب 12؟ هتساوي سالب 12. الس ب 11 يبقى ص ناقص 11 بتساوي 12، يبقى الص بسالب 1 وشكرا لكم.